خلينا نشوف عندنا مقادير الدوم اللي احنا هنعملها او الشرطة مانجا ازاي نقدر ان احنا ننفذها مع بعض بطريقه بسيطه جدا وسهله. لا اكتر من تركيبه. خلينا نشوف الكريمه والحشو والسويسرول، وبعد كده بيتحط فيه مربى، وبعد كده بتعمل كاس فنجان، يعني حاجات كتير. خلينا نشوف اول حاجه مقادير السويسرول الشوكولاته. تمام، اول حاجه عندي 5 عدد صفار، ادي اسربيت، عندي كوبايه من السكر، عندي فانيليا، عندي بعد كده كوبايه من الدقيق. ده حضرتك كوبايه من الدقيق اهيت، واحده واحده اهيت، وبمشي بالمقادير واحده واحده معاكي. ربع كوبايه من الكاكاو الغامق، بعد كده عندي نشا ربع كوبايه، 5 عدد بياض بيض، وبعد كده عندي ربع كوبايه من السكر للمارينج اللي احنا هنعمله. تمام، ده بالنسبه للمقادير واحده واحده اهيت. المقادير كلها متوفره، تلاقي عندنا دلوقتي موجوده، نقدر ان احنا نعملها بطريقه بسيطه جدا وسهله. اول حاجه باخد عندي صفار البيض الخمسه وانزلهم عندي هنا في العجان بمضرب السلك، بعد كده اقوم نازل عليهم بكوبايه من السكر، واقوم نازل عليهم شويه فانيليا صغيرين، وبعد كده نقوم ايه واخدينهم وضربينهم مع بعض. هنا البوله حطيت هنا الصفار والفانيليا والسكر، هنا بحط عندي ال5 عدد بياض بيض، واعمل مارنج معايا. تمام، اشغل، ويفضل برضو انت بتحطيه حضرتك ملاش تحطي السكر على طول، اتركيه الاول شويه كده. تمام، عشان السكر لما تيجي تحطيه ما ينزلش تحت، ونبدا نحط السكر واحده واحده. لان لو حطيتيه مره واحده حضرتك، لو حطيت السكر كله مره واحده في على البياض البيض هينزل تحت، فمش هتاخدوا القوام اللي انت عايزاه، فلازم تنزلي واحده واحده كده. عدو المارينج ايه؟ النار طبعا والميه، او نقطه ميه بسيطه جت عليه هيفسخ منك، مش هيطلع اصلا عندك حاجه خالص، مش هيعمل الفوم الابيض اللي انت شايفاه ده. تمام، ادي شايفه اهوت ما بيسيلش معايا، يبقى تمام وزي الفل. طيب تعالوا ناخد عندنا، نشوف عندنا هنا العجان، ونبص هنا اللون نفسه بتاع صفار البيض بقى عامل ازاي. بص بقى لونه ابيض، وده المطلوب اثباته، بقى اللون بتاعه ايه؟ ابيض، لونه بقى ابيض، ما بقاش اصفر، فخلاص كده انخفق كويس جدا. واقوم شايل الكلام ده كله، وجايب عندي بوله حاطط فيها ايه بقى؟ النشا، واقوم حاطط عندي الدقيق، ونقوم حاطين عندنا الكاكاو الغامق. جميل جميل، واقوم واخد الكلام ده كله الـ3 مكونات دول، ومقلبهم مع بعض. ده ما فيهوش بيكنج باودر، السويسرول ما فيهوش بيكنج باودر. بعد ما قلبت دول ممكن انخلهم، لو عايز انخلهم طبعا يكون افضل. بنقوم واخدين الكلام ده كله ورايحين نازلين كده اهوت، وانت بتنزلي كده بتنزلي شويه كده صغيرين، ونقلب.
وانزل شويه صغيرين. بص بقى الطريقه ديت مهمه قوي والله، كل حاجه دي عشان تطلع معاكي ناجحه. اقوم حاطط شويه مرنج معايا يلينوا معايا الموضوع، واقوم واخد عندي ربع كوبايه من الحليب ديت حاططها عليهم، ونقلب. تمام، واقوم واخد اخر شويه هم حاططهم ضيفهم هنا، وبكده يبقى زي الفل. خدت الدقيق وخدت كل حاجه، خدت النشا وخدت الكاكاو. طيب ناقص اخر حاجه ايه بقى؟ هحط عندي بقيه المرنج ده كله، ادي قدام حضرتك اهو، تقوم ضايفينه كله مره واحده. تقليب مهم جدا، ما تبوظيش الهواء لان ما فيهاش بيكنج باودر. امال ايه هو عامل الرفع؟ المرنج اللي احنا عملناه ده. بص خل بقى عامل ازاي اهو. طيب بعد كده بنقوم عاملين ايه؟ واخدين عندنا صاج، وجايب فرشه، ودهن زيت او ميه عادي اللي انت عايزاه، زيت او ميه. وبعد كده نقوم واخدين عندنا ورقه زبده، ونقوم حاطينها فين؟ على الصاج نفسه، ونقوم حاطين عندنا الخليط. بص ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده ايه محترمه جدا. على فكره حمد انا مش سامعك. ها تمام. وبعد كده نبدا ان احنا نجيب عندنا الاسباتيوله ديت، ونقوم فردين اهو قدام حضرتك. فارد اهو للاخر. وده هجيب كمان ربع صاج اللي معايا. طيب ده اهو نقوم واخدينه، شفت الفرده والحاجه، مفيش حاجه مخرزه، مش مكتومه العجينه. خلي بالك من الحاجات دي، ما كل دي عوامل اللي هي بتطلع الحاجه معاكي زي اللي كاكليها من بره. فاهمه ازاي؟ يعني اي نقطه احنا بنقولها تخلي بالك منها، اللي هي مش بنقولها يعني فرد عضلات او منظره، لا والله كل حاجه بالنقطه بنقولها عشان لما تيجي تعملي الحاجه دي تطلع معاكي ناجحه 1000000%، ما يبقاش فيها غلطه. تمام، وهطلعها لك على الهواء واوريها لك، اللي هي ما فيهاش بيكنج باودر. الفرن لازم يكون ساخن معاكي عشان الكيكه تطلع معايا على طول. تمام، هنقوم قافلين ونبص عليها بعد 10 دقائق ان شاء الله تكون استوى. الكريمة بقى اللي احنا هنحشيها جوه الكيكة دي. طيب هقوم جايب عندي بولة، جايب عندي باستر كريم، وبعد كده اقوم حاطط عندي مانجا. تمام، واقوم اقلب المانجا كويس جدا مع الباستر كريم. عصير مانجا حلو من غير سكر غير اي حاجة. وبعد كده هو بقوم عامل ايه؟ واخد عندي الجيلاتينه. ما هي اصل دي هتبقى في كيكه زي دي، شفت الدوم ده؟ دي هتبقى فيها الكيكه، فلازم حاجه عمود يكون ماسك الموضوع ده حتى لو قعدت الفريزر. ليه بتكلم في كده؟ لما نيجي نقلبها ممكن تتاكل في يومها. طب افرض انا عايز احطها في الثلاجه يوم او اتنين، الجيلاتينه ديت هي اللي هتحافظ عليها وعلى القوام بتاعها. اقوم واخد عندنا الجيلاتينه حاططها هنا في المعيار، معلقة حلوة كده، وأقوم واخد عليها مية سخنة بتغلي. تمام، حط عندي أصانس مانجا، ونقلب مع الباستر كريم. وبعد كده أقوم حاط عندي كريمة، كريمة نباتي. خلاص كده حطيت الجيلاتينة بعد ما دابت، ونقوم مقلبين يا عم حمدي الكريمة دي كلها مع بعضها، وكده الحشو بتاعنا يكون جاهز. هو ده قوام الموس المحترم، قوام الموس المحترم قدام حضرتك اهوت. هناخد فاصل على طول، لان يعني بعد الفاصل مفيش وقت، لازم
الكريمه ديت اشتغل بيها لانها جيلاتينه، فانا لو سبتها ايه اللي هتحصل؟ هتمسك معايا، فلازم اللي انا اشتغل بيه على السويسرول بتاعنا اللي طلع قدام حضرتك اهوت. بص ما شاء الله ازاي، مفيش حاجه ناشفه فيه اهو قدام حضرتك، اظن الملمس بتاعه باين جدا حلو ومش تخين وحلو، ونقدر ان احنا ناخده على طول ونبدا ان احنا نلفه. بس طبعا مش هينفع نلفه دلوقتي، لازم نسيبه يبرد الاول وبعد كده اهوت نبدا ان احنا نلفه. هنلفه بايه بقى؟ هنلفه بمربى مشمش او مربى مانجا. اقوم جايب عندي السويسرون بتاعنا حاطين عليه المربى، مربى مشمش او مربى مانجا زي ما اتفقنا، وابدا ان انا افرد تمام بالطريقه اللي حضرتك كده شايفينها. وبعد كده بنبدا نعمل ايه؟ هنقوم واخدين عندنا الطرف ده اهو، نقوم حاطينه هنا كده وبالطرف ده كده، تقوم ايه لافين ولازم ايه هنجيب حاجه يعني نضغط بيها السويسرول ده عشان يطلع معايا صغير ما يبقاش تخين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما نلفه ونتاكد اللي هو بقى رول زي ما حضرتك كده شايفه، بنقوم حاطينه عندنا في الفريزر نجمده. بعد ما يتجمد معايا بنفك عندي ورق الزبده منه، بسم الله الرحمن الرحيم، فبيطلع عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. نبدا بقى نجيبه ونقطعه شرايح رفيعه زي دي، شايفين طبعا مربة المشمش فين؟ في النص باينة اهيت. شايفة؟ اهو كل ما نقطع كده اهو اوريك ايه الموضوع، التقطيع ما يبقاش تخين قوي عشان تملى الفورمة عندي. لو عايزه تعملي بسويسرول ابيض مفيش مشكله، يعني لو عايزه تعملي سويسرول ابيض برضو اللي انت عايزاه، تحاوليش تكبريه قوي يعني اللفه بتاعته ما تبقاش تخينه قوي عشان لما نيجي نحطه هنا في الفورمه يبقى موضوع تمام. بنقوم ماسكين عندنا الفورمه ديت حاطين فيها استرتش، طالما فيها مربى اشتغلي زي ما انا بشتغل كده مفيش مشكله، كده كده لما تيجي تطلعي تحطي فوطه سخنه عليها من هنا هتلاقيها طلعت معاك عادي، او لو عايزه تحط استرتش في النص هنا برضو مفيش مشكله. هنجيب عندنا ديت ونبدا نجيب عندنا السويسرول اللي احنا قطعناه شرايح ونحطه كده جنب بعضه، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كيكه هتاخد وقت طبعا لانها يعني حاجه تعمليها كده بمزاج رايق. حاولي بقى يعني زنقي كله جنب بعضه، بلاش تعملي فراغات زي اللي حضرتك كده شايفه، بلاش تعملي فراغات في الكيكه عشان تطلع معايا مظبوطه ان شاء الله وزي الفل، بحيث لما اجي اقلبها بالظبط لما اجي اقلبها تطلع معايا ما فيهاش فراغات كتير، تبقى كلها سويسرول اللي انا لفيته ده. العرق هيجيب الفورمه دي بالظبط. طب والباقي نقدر نحطه في الحشو تمام. لسه في حته هنا اهي اهي اوريها لك اهي، شفتي دي هنقطع لها حتتين كمان. تمام بقت عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. طيب نقوم واخدين عندنا الكريمات الجميله، الكريمه اللي احنا عاملينها كريمه المانجا، ويا دوبك طبعا على ما نشتغل فيها لان فيها جيلاتينه فلازم نشتغل بيها على طول، والجبنه عماله تسيح على الحواوشي وفي حاجات كده بتحصل في الفرن لازم نخلي بالنا منها. بسم الله الرحمن الرحيم زي الفل.
تمام كده تمام. تعال نروح عندنا نحط هنا اول جزء هنا تحت اهو من الكريمه ديت هنا. مالك الشغل ده عالي قوي. وبعد كده اهوت نقوم حاطين عندنا المانجا المكعبات اللي احنا قطعناها، الزبديه بقى، تيمور، العويس طبعا بتاعت اكل مش بتاعت الايه، مش بتاعت تقطيع. طيب بعد كده بقوم جايب عندي يعني اي سبونش عندك، مثلا كيكه عندك موجوده هتقوم واخداها كده اهو، حطها هنا في النص تمام بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. ما هي الكيكه اللي احنا بنحطها في النص ديت مع الجيلاتينه دي اعمده الكيكه نفسها. هكلمك عن حاجه تعيش معاكي وتقعد معاكي يوم واثنين وثلاثه في الثلاجه ما تهبطش منك. اقوم حاطط عندي تاني طبقه من الكريمه. ونقوم واخدين عندنا المانجا. المكعبات اللي عندنا ديت نقوم حاطينها هنا. نقوم واخد عندي ايه؟ دي اعتقد هتبقى كبيرة شوية فهقص منها. اهي واضغط ضغطه محترمه كده عليها زي ما حضرتك كده شايفه. الضغطه دي مهمه قوي، اطلع الهواء اللي يبقى موجود جوه الفورمه نفسها. وبعد كده بقوم جايب عندي فرشه، اجيب عندي شويه شربات ونقوم جايب عندي كريمه حاططها هنا. ونوزع عندي الكريمه. كيكه حلوه قوي والله يا جماعه، يعني جربوها بجد في البيت. اه لها شغل كتير وفيها كيك وفيها سويس رول وفيها مانجا بس في الاخر هتلاقي نتيجه محترمه. اقوم واخد عندي مكعبات المانجا كده وحاططها على الكيكه اخر طبقه. ونقوم واخدين عندنا اخر طبقه من الكيك ده حطينا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقوم واخدين دي حطينا هنا كمان. وبكده يا سعاده الباشا الكيكه عندي جاهزه وتمام التمام. ناخدها بقى ونروح فين؟ عندي على الفريزر. نبدا نحطها عندي على الفريزر يوم يكون افضل، كل ما تقعد يوم كل ما يكون افضل. وبعد كده نبدا ان احنا نجيب عندنا الجاهزه اللي احنا قلبينها عشان هنبدا نديها مانجا كده ونروقها من كل جانب بقى عندنا. يعني دي بعد ما تطلع اهي قدام حضراتكم هنبدا نديها مانجا، هديها كريمه وهنروقها ونظبطها ان شاء الله. خلينا نشوف عندنا الشورت اللي احنا بعد ما عملناها اديناها سلايز مانجا كده من الجنب وحطيناها في يونك كده بسيطه كده من فوق من المانجا وهنقدمها بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. واحنا بنختم محدش يعني يقلب عشان احنا هنقطع الكيكه دي من جوه واحنا بنختم الحلقه في الاخر ان شاء الله. في كريمه بقت عندي او موس اتبقى معايا تمام، بنقوم واخدينه حضرتك كده قوم حاطينه هنا فين؟ في الكيس الكريمه تمام. بعد ما بنحطه عندنا في كيس الكريمه كده بنبدا ان احنا ايه نحطه عندنا في الكاس. بسم الله الرحمن الرحيم. والسويس رول الباقي معايا خدناه كده اهو، تقوم حطيناه هنا تحت وبالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. طيب هنا لما نيجي نعمل الكاسات لو احنا عايزين نخبطها عشان تطلع مظبوطه معايا ما ينفعش اخبطها على رخامه، لازم اخبطها على حاجه تكون طريه عشان الكاس ما يتكسرش معايا. فبجيب منديل اول دي اللي معايا ديت حلوه جدا مفيش مشكله. شايفه بدات تمسك على طول ازاي؟
تمام. ادي قدام حضراتكم اهوت، نمسح دي بس كده، نظبطها من الجوانب بمنديل، وبعد كده نقوم جايبين قطع مانجا حاطين عليها من فوق، ونبدأ ان احنا نقدمها مع بعض، وكده بتبقى الحلقة بتاعتنا تكون خلصت معانا. عملنا كاسات، عملنا الشروط مانجا، قلنا ازاي نقدر نعمل السويسرون ونقدر نعمله ابيض. لو عايزه تعملي ابيض، عايزه تعملي شوكولاته مفيش مشكله، لو عايزه تعملي ابيض بفراوله برضو مفيش مشكله، والحشو زي ما حضرتك عايزه تغيري فيه غيري فيه.